يذهب إلى موقع الغارة تحديدا وبصورة مباشرة هناك. سلام كيالي موفد الغد. سلام، أنت في عين المكان، ما الذي يدور بالضبط؟ سلام. نعم محمد، قبل ربع ساعة تقريبا من الآن أو حوالي ربع ساعة كان هنالك استهداف لشقة سكنية في الطابق الرابع هنا في مستديرة أو في دوار الكولا في وسط العاصمة بيروت. ما عرفناه أو ما سمعناه من شهود عيان بأن المستهدف هو ربما أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، علما أنه في هذا المبنى أيضا محمد يوجد أحد أعضاء أو قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأيضا يوجد نائب في البرلمان اللبناني نجاح وكيم. حتى الآن ما علمناه أيضا بأن هنالك شهيدان جراء هذه الضربة، هنالك ضحيتان والكثير من الجرحى. نرى سيارات الإسعاف في المكان، قد غادرت قبل قليل سيارتان وهنالك أربع سيارات تتواجد، بمعنى أن الغارة أو أعداد الضحايا قد يكونوا كثر باعتبار أن الطابق الخامس دمر أو تماما هو لا جدران فيه، كما لا أعلم من يمكن أن نقرب الصورة، الصورة قريبة ربما محمد، لكن البناية لم تسقط. الطابق الخامس دمر والطابق الرابع نعم البناية لم تسقط، بمعنى أن الغارة قد الضربة قد تكون من خلال مسيرة محمد، ليس بقذيفة كبيرة. الأهداف ربما لنتذكر خلال الاغتيالات السابقة التي جرت في الأسبوعين الماضيين محمد بعد تفجيرات البيجر واللاسلكي، الاستهدافات للقادة الكبار من حزب الله كان يستخدم فيها قنابل بزنة الطن الألف كيلو جرام أو عدة قنابل. في الاغتيال زعيم حزب الله استخدموا 83 قنبلة، كل قنبلة تزن 1000 كيلو جرام. في اغتيال إبراهيم عقيل كان استخدام 4 قنابل، كل قنبلة أو صاروخ بزنة 1200 كيلو جرام. ولكن الشخصيات ربما التي من الصف الثاني أو التي هم متأكدون من أن حركتها دقيقة وموجودة ومحسوبة وليس مختبئين، بمعنى أن تلك الأبنية كانوا من اغتيل في تلك البنايات كانت ليست فقط مرصودة، كانوا في الطوابق السفلية. إبراهيم عقيل تم قصف المبنى بصاروخين، ومن ثم بعد أن هدم استهدف الطوابق السفلية بصاروخين آخرين كذلك كما جرى يوم الجمعة باغتيال زعيم. أنا أقصد القيادات الأقل. اليوم سلام. هي شقة طيب سكنية. لما الترجيح نعم. جاء في جعبة أعضاء الجماعة الإسلامية؟ أنت ذكرت لي أنه هناك نواب في البرلمان، هناك بعض القيادات الفلسطينية، لما الترجيح ذهب باتجاه الجماعة الإسلامية تحديدا؟ لأنه هو من يقيم في الطابق الخامس، نجاح وكيم يقيم في الطابق الرابع، عضو الجبهة الشعبية لم نعرف في أي طابق يقيم، ولكن هذه هي الشخصيات الرئيسية أو المعروفة لدى الشارع هنا ممن استمعنا لهم محمد، هم من يقيمون في هذا المبنى. بمعنى حتى الآن قيل إن ربما صلاح الاسم على ما أذكر قاله أحد الأشخاص هنا في الشارع هو من استهدف. هنالك شهيدان حتى الآن وعشرات المصابين. نرى سيارات الإسعاف، يمكن الإحصاء الآن سيارة دفاع مدني وصلت وسيارة إسعاف أيضا وصلت، بمعنى أننا الآن نشاهد خمس سيارات إسعاف محمد في عين المكان، بالإضافة إلى السيارتين التي غادرت. الجيش اللبناني وصل سلام الآن تغادر سيارة. الجيش اللبناني بطبيعة الحال هو يحيط في هذا المكان. لا، الجيش اللبناني موجود، يمكن أن هنالك سيارة للجيش اللبناني موجودة بطبيعة الحال في محيط المكان. هنالك قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لتسهيل عملية المرور، خاصة وأن الكثير من الأشخاص تجمهروا لمشاهدة ومتابعة ما يجري حتى على الجسر، في أعلى جسر في حال كنت ترى أن هنالك أشخاص يراقبون الأوضاع، يراقبون ما جرى، ربما يريدون أن يروا عن قرب وعن ارتفاع ما يجري أو ما جرى. نعم محمد، الآن أيضا سيارة إسعاف وصلت، سيارة إسعاف أخرى وصلت من تحت جسر. ربما هنالك ضحايا كثر في هذا في هذا الاعتداء، في هذا القصف، ولكن حتى الآن لا معلومات دقيقة باستثناء استخراج جثتي شهيدين استخراجهما، بالإضافة إلى بعض الجرحى. شاهدنا سيارة الإسعاف، سيارة إسعاف تغادر محمد. طيب المعلومات الآن حتى الآن غير دقيقة، خاصة أن الحادث جرى منذ 15 دقيقة أو أقل طيب. من نصف ساعة محمد. سلام، أنا حسب ما قرأت أن هذه المنطقة ربما يقطنها من السنة، يعني هل هي بعيدة عن نطاق الجغرافيا المتعلق بحزب الله أو بعناصر حزب الله؟ سلام، هذا ما قرأته، يعني دققوا لي. هي منطقة هي الكولا. هي
هي قريبة محمد، هي قريبة من الضاحية، هي ليست بعيدة، ربما 10 دقائق أخرى ونصل بواسطة السيارة نصل إلى حدود الضاحية أو نلامس الضاحية. هي بطبيعة الحال منطقة سنية بالفعل، ولكن هي قريبة أيضا من هناك. لذلك كما ذكرت الجماعة الإسلامية أو نجاح وكيم هو نائب بتوجه يساري، والقيادة العامة أيضا في حال كان هو المستهدف هو أيضا ذو توجه يساري. هنا معظم السكان من السنة، ليست بعيدة هذه المنطقة عن الضاحية، هي قريبة نوعا ما 10 دقائق بالسيارة، ولكن الاستهدافات ربما تطال الكثير من الشخصيات التي قد يكون لها تأثير أو لها علاقة بحزب الله واجتماعات، خاصة أن هنالك ربما نرى الآن حربا تتدحرج وتتوسع خلال الأيام المقبلة، وبطبيعة الحال قد يكون هنالك تعاون مع فصائل أخرى. طيب سلام، يعني ربما هي المرة الأولى أو من المرات الأول في استهداف إسرائيلي مباشر على بيروت أو محيط العاصمة بيروت. الحكومة هل أصدرت أي بيان؟ هل علقت؟ هل هناك أي تصريح من الجانب الرسمي اللبناني أو لا؟ لا ليست هنالك بيانات حتى الآن، ولكن قد يكون أو خلال الفترة الماضية بعد كل استهداف كانت وزراء عدة كانوا قد أكدوا، حتى نجيب ميقاتي رئيس الوزراء كان قد قال بأن إسرائيل تسعى لجر المنطقة ولبنان إلى حرب أوسع، وأن هنالك مخاطر، وأن كل ما يجري هو اعتداء على المدنيين وحياة المدنيين وتدمير للبنان. حتى الآن ليس هنالك بيانات، أو على الأقل على ما أنا قرأت، لأنني أتيت إلى هنا على وجه السرعة لمتابعة ما يجري محمد، لم أرصد أي بيان في خلال هذه الدقائق أو خلال الفترة التي انتقلت إليها. هذه هي المعلومات محمد التي حصلنا عليها. طيب. حتى الآن نرى أن في درجة سيارات الإسعاف أو هنالك نقل لأشخاص أيضا. طبيعي نعم. في درجة تزامن هنا سلام، لأنه مع وصول يعني هذه الغارة الإسرائيلية، سواء كانت غارة عنيفة أو غارة ليست بالأعنف، ربما هناك تزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أليس كذلك؟ نعم لم أسمع السؤال محمد. ليس سؤالا سلام، هو تعريج على مجمل الأحداث، لأنه نعم. هذه الغارة الإسرائيلية إن كانت غارة نعم. عنيفة أو حتى أقل شدة، هي بتتزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى العاصمة اللبنانية بيروت. نعم محمد، اليوم كنا نقول أننا ربما نشهد هدوءا باعتبار أن وزير الخارجية الفرنسي وصل إلى هنا، وسيكون هنالك نوع من الارتياح هذه الليلة، لن يكون هنالك قصف على الأقل في منطقة الضاحية وفي بيروت. ولكن يبدو أن هنالك عمليات الاستهداف محمد، إسرائيل الجيش الاحتلال الإسرائيلي ينتظر اللحظة المناسبة، اللحظة الدقيقة والحاسمة والأكيدة بأن هذا الشخص موجود هنا في هذه اللحظة، لكي يكون متأكد من أن العمليات التي يقوم بها ناجحة. ولذلك ربما كان هنالك ضرورة لاستغلال هذه الفرصة، تواجد الشخص المعني أو الشخص المستهدف في المكان بشكل آني ولحظي. أيضا ربما هنالك معلومة يجب ذكرها محمد، اليوم فوق مركز بيروت كانت فوقنا بشكل مباشر ورصدناها بالعين المجردة طائرة مسيرة استمرت بالتحليق لأكثر من ربما 6 أو 7 ساعات. الموضوع كان غريب، خاصة أنها لن تفارق المكان، بمعنى أنها دارت بحدود الكيلو متر المربع فقط في محيطنا وبقيت مستمرة بالتواجد هناك. هنالك عمليات رصد الزنانات أو المسيرات مستمرة، وهي ترصد الشخصيات أو ترصد ما يجري وانتقال الأشخاص داخل بيروت وفي الضواحي أيضا بيروت. لذلك ربما الاستهداف أو الشخص المستهدف في هذه الغارة أو في هذه الضربة، لأنها بواسطة الطائرة مسيرة، ليس تفجيرا كبيرا ما جرى، ربما تواجد هذا الشخص في هذه اللحظة في هذا البيت وكرتأت قوات الاحتلال أنها اللحظة المناسبة لاغتياله، علما أن الضربة دقيقة أصابت الطابق الخامس وتأثر الطابق الرابع وبعض المباني المحيطة بشكل بسيط، حيث تحطم الزجاج، نرى الزجاج على أرض الشارع محمد، ليست كبيرة ولكن ربما أنها دقيقة للغاية. طيب سلام، التقط أنفاسك، سأعود إليك بعد قليل. الجيش الإسرائيلي في هذه الأوقات وأنا معكم على الهواء، طائراتنا تقصف في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحزب الله في منطقة القاع اللبناني. أذهب بهذا الخبر العاجل.